أنا عندي الوظيفة هي حياتي. لمياز جاسم، بكالوريوس آداب قسم آثار فرع القديم. تعينت بالمتحف العراقي عام 99، حالياً أشغل منصب مدير عام دائرة المتاحف. الوظيفة مو مجرد مكان أنه أنا أروح به وأتابع العمل اليومي، بقدر ما هو يشكل جزء من شخصيتي. نعم، هو كسب الرزق شيء مهم جداً، لكن الأهم كسب رضا نفس الموظف. يفترض أنه يكون دائماً عنده طاقة إيجابية داخل نفسه. كانت صدمة لي يعني لما شفت داعش تهدم الآثار. ما أقدر أقول لك شنو شعوري، يعني لا شعورياً بديت أبكي. هاي القطعة الأثرية اللي عمرها كذا ألف سنة، أي شيء ممكن ترجع إلى الحياة لهاي القطعة الأثرية، خاصة إذا تهشمت بالطريقة الهمجية اللي كانت داعش تهشم بيها. على أثر هذا الظهور لداعش، قررنا أنه نفتتح المتحف العراقي. كانت إجراءاتنا سريعة جداً، يعني حتى افتتحنا وقسم من الإجراءات غير كاملة. أنا أعتقد هو كان رد انتقام للي سوته داعش. أتمنى على الزائر العراقي وعلى المواطن العراقي أن يتحلى بثقافة الأثر، أن يبحث عن جذوره. أتمنى عليه أن يحافظ عليها، أن يحث أهله وعائلته وأبنائه أنه يجون لهذا المكان يشوفوه. هذا كله أنا أعتبره يصب في مصلحة هذا البلد اللي اسمه العراق.